السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط. تحضير درس صفحة 137، الحال زائد إعرابها. نبدأ. اقرأ ما يلي: دخلت المسجد فرحا. دخلت سارة المسجد وهي تضحك. دخل الرجال المسجد يضحكون. كيف دخلت المسجد الحرام؟ دخلت المسجد الحرام فرحا. كيف دخلت سارة المسجد الحرام؟ دخلت سارة المسجد الحرام وهي تضحك. كيف دخل الرجال المسجد؟ دخلوا يضحكون. ماذا نعرب فرحا وهي تضحك يضحكون؟ نعربها حالا، لأن هنا فرحا تخبرنا حالتك وأنت داخل المسجد. هنا وهي تضحك تخبرنا حالة سارة وهي تدخل المسجد الحرام. يضحكون حالي أنه يخبرنا حالة الرجال وهم يدخلون المسجد الحرام. ما هو تعريف الحال؟ الحال اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحب الحال، يصح وقوعا جوابا لكيف، مثل: أتى المظلوم باكيا، ذهبت إلى المسجد ماشيا. وكيف يكون صاحب الحال؟ صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. المثال الأول المظلوم وهو معرفة، والمثال الثاني تو الضمير وهو من المعارف. هل تطابق الحال صاحبها؟ نعم، تطابق الحال صاحبها في النوع يعني التذكير، والتأنيث في العدد يعني المفرد والمثنى والجمع. ما مثال ذلك؟ انطلق العداء مسرعا. الحال مفرد مذكر وصاحبه مفرد مذكر أيضا. انطلق العداءان مسرعين، الحال مثنى مذكر وصاحبه مثنى مذكر أيضا. انطلقت العداءة مسرعة، الحال مفرد مؤنث وصاحبه مفرد مؤنث أيضا. لاحظ المثال: طاف الأب بالبيت مبتسما. طاف الأب بالبيت يبتسم. طاف الأب بالبيت وهو يبتسم. كيف ورد لحال مبتسم؟ ورد الحال اسما مفردا. بما عوضناه؟ عوضناه في الجملة الثانية بجملة فعلية يبتسم، وفي الجملة الثالثة بجملة اسمية وهو يبتسم. ماذا أفادت الجملتان يبتسم وهو يبتسم؟ بينتا هيئة صاحب الحال الأب. ألا ترى تشابها بين وظيفتها ووظيفة كلمة مبتسما؟ بلى، يوجد تشابه بينهم. إذن ما محلها من الإعراب؟ هاتان الجملتان في محل نصب حال. كيف ورد الحال؟ ورد الحال جملة فعلية واسمية. هاتي أمثلة تكون فيها الحال جملة. الأمثلة: ذهبت إلى المدرسة وأنا مريض. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. لاحظ ما الذي يربط الحال الجملة بصاحبها. الذي يربط بين الحال وصاحبها الضمير واو الحال. أعجبني القطيع وسط الصحراء، بعت التمر على شجره. كيف وردت الحال في المثالين؟ وردت الحال شبه جملة ظرفية وسط الصحراء، جار ومجرور على شجره. إذن ما أنواع الحال؟ مثل لكل نوع. أنواع الحال: قد يكون الحال اسما مفردا مثل عاد الأطفال من اللعب مرحين، جملة فعلية مثل خرج القائد يحرسه الجنود، جملة اسمية مثل دخل اللص المنزل وأهله نائمون، شبه جملة مثل تألم الطائر في القفص، أبصرت العصفور وسط فوق الشجرة. كيف نعرب الحال؟ جاء الولد باكيا، باكيا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. استقبل زيد عليا ضاحكين، استقبل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عليا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ضاحكين حال منصوب بالياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الفاكهة طازجة مفيدة، الفاكهة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، طازجة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، مفيدة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. كيف نعرب الحال؟ رأيت عليا يكتب. رأيت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عليا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، على آخره. يكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال. رأيت عليا وهو مسرع. رأيت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. عليا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واو حالية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مسرع خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل نصب حال. أمثلة على الحال من القرآن الكريم. قال تعالى: فخرج منها خائفا. خائفا حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. وأرسلناك للناس رسولا. رسولا حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا حال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. فخرج على قومه في زينته. في زينته جار ومجرور في محل نصب حال. ولا تعتوا في الأرض مفسدين. مفسدين حال منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.